السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكايتنا النهاردة مع البنات الفقيرة المظلومة وبنات الأثرياء. يلا نعرف الحكاية، حكاية ثلاث بنات، حكاية هنادي وأمنة وخديجة. حكايتنا النهاردة هي رواية الأديب الكبير دكتور طه حسين عميد الأدب العربي دعاء الكروان. يلا نعرف الحكاية. الحكاية باختصار عن ظلم الرجال للبنات الفقيرة، ظلم الأب والخال والمهندس لهنادي وأمنة. نبدأ بالأب. الأب أب فاسد، ليس مهتما بالأسرة، كل الناس المحيطة به بيكرهوه وحيموتوه في الآخر، فالأب مكروه وحيموت مقتول. دلوقتي هنتكلم عن دور الخال. الخال المفروض يكون حنين على بنات أخته، ولكن عكس كده. الخال ده أهم حاجة عنده إن البنات ترحل من البلد، لأن أهل البلد لا يحبون الأب، وبالتالي مش هيحبوا بناته، فلازم يخلي بنات أخته يمشوا وهيهربهم ويصفرهم بره البلد بدل ما يعطف عليهم ويحبهم. والخال ده هيقتل بنت اخته، وهنعرف التفاصيل دي بعد شويه وليه قتل بنت اخته. دلوقتي هنتكلم عن ظلم المهندس. احنا قلنا الظلمه اب وخال ومهندس. المهندس ده هو مهندس وشغال في وزاره الري، وهنادي لما هتهرب وامنه هيهربوا من القرية عشان خالهم مش عايزهم يقعدوا في القرية، هيروحوا عند بيت المهندس ده وهيكونوا خادمات عنده. فنجد ان المهندس هيستغل براءة وسذاجة البنت الفقيرة هنادي وهيوقعها في الحرام. طبعا هنادي لما حصل اللي حصل وقعت في الحرام مع المهندس عايزة تهرب، وقالت لوالدتها، وهتحدث مفاجأة مرعبة خطيرة، هيجي الخال. وطبعا مجيء الخال دي مش عشان يطبطب على بنت اخته، لا، ده هيقتلها عشان يغسل العار عن الأسرة. يعني للأسف القتل في الزمن ده كان وسيلة لحل المشكلات. شفناها، الأب علاقته بالناس وحشة وما حدش بيحبه، يلا اقتلوه يا جماعة. هنادي البريئة التي خدعها المهندس وقعها في الحرام، نعمل ايه؟ نجيب خالها وخالها يقتلها، وخالها القاسي يقول بنت اخته أمنة، يقول لها هنادي قتلها الوباء الطاعون، يعني الكورونا بمفهومنا الحديث. يعني بقول لها اوعى تقول ان انا عملت حاجه وانا قتلت هنادي، لا، اللي حصل لهنادي الوباء كلها زي ما قتل الاف من الناس. الوباء يعني الامراض، الوباء يعني الامراض. دلوقتي هنرجع لشخصيه المهندس الشرير. زي ما قلنا ثلاثي الشر، اب وخال ومهندس. المهندس الشرير ده بدأت حياته تتغير، وبدأ ان هو يحسن من نفسه، كأنه حس بالذنب ان هو قتل، ان هو خدع هنادي وتسبب في مقتلها على ايد خالها. فنجد ان هو بدأ يحسن معاملة آمنة التي كانت خادمة عنده ايضا. فنجد ان بدأ يحسن معاملة آمنة، المهندس بدأ يتغير ويعاملها معاملة طيبة. هتستغربوا لما المهندس يروح لآمنة ويقول لها أنا أحبك وأريد الزواج منك. ما عملش زي قبل كده مع أختها لما خدعها وأوقعها في الحرام. بيقول لها أنا طول عمري بعاملك معاملة طيبة، وعمرك ما كنت خادمة. فنجد ان البنت آمنة
طبعا فوجئت وقالت له أهلك لن يكونوا سعداء بي، وانتم من أسرة غنية وإحنا أسرة فقيرة. المهم تنتهي الرواية بنهاية مفتوحة. الأديب والدكتور طه حسين عميد الأدب العربي مش عايز يوضح لنا، هل هما هيتجوزوا؟ هل هي هربت؟ إنها مفتوح، إنها مفتوحة لك عزيزي أن تتخيل وتضع النهاية، أنت تضع النهاية. ولكن نجد أن هذه القصة تم إنتاجها في السينما وتحويلها من رواية إلى فيلم، وفي اختلافات كتيرة. الفيلم إخراج المخرج هاني البركات وبطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر. فنهاية الفيلم نهاية حزينة، إن الخال الشرير هيقوم بقتل المهندس أيضا. في الرواية إن الخال قتل آمنة، قتل هنادي بنت أخته، ولكن في الرواية، ولكن في الفيلم الشر مركب، الشر على جزئين، الجزء الأول قتل هنادي والجزء الثاني قتل المهندس. وبكده عرفنا ملخص سريع لرواية دعاء الكروان. بس يجي سؤال، هو الكروان ده ايه؟ هل رمز وكناية عن رقة البنات آمنة وهنادي؟ رقة البنات آمنة وهنادي وخديجة، لسه هنقول خديجة، مين هي خديجة؟ هنقولها بعد لما نقول لكم الكروان ده رمز لإيه. الكروان ده هو طائر الكروان صاحب الصوت الجميل، ونجد فيه حوار شيق دايما بين آمنة وبين الكروان. فنجد آمنة في رواية تقول دائما يا كروان توقظني من الأحلام، وفي مرة تانية وفي جزئية تانية في الرواية تقول له أنت يا كروان بتوقظني من الحزن، وأنت النور اللي بينور حياتي. يبقى الكروان هو حوار جميل بين آمنة وبين هذا الطائر. والحوار ده بيبين لنا إن هي دايما مرتبطة بصوته، فهو دايما صحيح من الأحلام، دايما يوقظها من الحزن وبينور لها حياتها ودنيتها. دويتو جميل بين آمنة والكروان، عشان كده نجيب، عشان كده دكتور طه حسين سمى الرواية دعاء الكروان. احنا قلنا في البداية ان احنا هنتكلم عن الفتيات الفقيرات ولا ايه، وفتيات الاثرياء. في فتاة ثرية هي خديجة. خديجة دي بنت مثقفة، وهي ابنة المأمور. المأمور ده يعني ضابط كبير في الشرطة أو الجيش. فآمنة كانت خادمة في البداية عند هذا المأمور، وخديجة بنت المأمور، بنت هذا الضابط الكبير، وهي مثقفة تحب القراءة وتحب تعلم اللغة الفرنسية، ويأتي لها مدرس لغة فرنسية ويعلمها. وهي ليست متعجرفة، ليست يعني متسلطة، ولكن تحسن التعامل مع الخادمة. مش هتقعد تزعل الخدامة وتقول لها روحي تعالي جيبي كده اعملي كده، لا. فخديجة الفتاة المثقفة بنت الأثرياء علمت القراءة والكتابة لآمنة. فطه حسين عايز يقول لنا في الرواية إن التعليم شيء مهم، وبيضرب لنا مثل للتعليم من خلال خديجة المثقفة. وطه حسين من كلامه المشهور بره الرواية ومبدأه اللي عاش عليه وحارب عليه، التعليم كالماء والهواء. دي كانت حكاية دعاء الكروان، وعرفنا الظلم اللي ظلموا الرجال، أب وخال ومهندس. عرفنا المهندس هيتغير وهيبقى معاملته كويسة بعد كده، وهيتحول من شرير إلى خير. وعرفنا
الدويتو الجميل بين الكروان وبين آمنة، وعرفنا خديجة التي علمت القراءة والكتابة للفتاة الفقيرة آمنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.